مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you're well and having a wonderful day. This is our text 9 and it follows our text 8 because they're both connected. And our text today is ستة فوائد مؤكدة للعيش في الريف. ستة فوائد مؤكدة للعيش في الريف. الهواء أنضف. كل ما ابتعدت بالسكن في الريف كل ما بتتحسن جودة الهواء. الهواء أنظف. كل ما ابتعدت بالسكن في الريف كل ما بتتحسن جودة الهواء. After me. الهواء أنظف. كل ما ابتعدت بالسكن في الريف كل ما بتتحسن جودة الهواء. Always try to pause and replay a sentence 3 times before shadowing me, which is now. الهواء أنظف. كل ما ابتعدت بالسكن في الريف كل ما بتتحسن جودة الهواء. الجرائم أقل. من غير المرجح أنه يكون سكان المناطق الريفية ضحايا للعديد من الجرائم. الجرائم أقل. من غير المرجح أنه يكون سكان المناطق الريفية ضحايا للعديد من الجرائم. After me. الجرائم أقل. من غير المرجح أنه يكون سكان المناطق الريفية ضحايا للعديد من الجرائم. Shadow me. الجرائم أقل. من غير المرجح أنه يكون سكان المناطق الريفية ضحايا للعديد من الجرائم. صحة نفسية أفضل. بالحقيقة تفكيرك بيشتغل بشكل مختلف في الريف. صحة نفسية أفضل. بالحقيقة تفكيرك بيشتغل بشكل مختلف في الريف. After me. صحة نفسية أفضل. بالحقيقة تفكيرك بيشتغل بشكل مختلف في الريف. Shadow me. صحة نفسية أفضل. بالحقيقة تفكيرك بيشتغل بشكل مختلف في الريف. الريف أرخص. المدن غالية للسكن فيها. الريف أرخص. المدن غالية للسكن فيها. Shadow me. الريف أرخص. المدن غالية للسكن فيها. الطبيعة. بيرتبط التواجد بالخارج في الهواء الطلق بكتير من فوائد الحياة الريفية، خاصة إذا كنت بتحب المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة. After me. الطبيعة. بيرتبط التواجد بالخارج في الهواء الطلق بكتير من فوائد الحياة الريفية، خاصة إذا كنت بتحب المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة. Shadow me now. الطبيعة. بيرتبط التواجد بالخارج في الهواء الطلق بكتير من فوائد الحياة الريفية، خاصة إذا كنت بتحب المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجة. الروابط الاجتماعية القوية. يتميز المجتمع الريفي بالمشاركة الجماعية في مناسبات الأفراح والأحزان.
الروابط الاجتماعية القوية. يتميز المجتمع الريفي بالمشاركة الجماعية في مناسبات الأفراح والأحزان. After me. الروابط الاجتماعية القوية. يتميز المجتمع الريفي بالمشاركة الجماعية في مناسبات الأفراح والأحزان. Shadow me. الروابط الاجتماعية القوية. يتميز المجتمع الريفي بالمشاركة الجماعية في مناسبات الأفراح والأحزان. حياة الريف أكثر صحية. حياة الريف أكثر صحية. بتعد حياة الأرياف أكثر صحية. بتعد حياة الأرياف أكثر صحية من حياة المدينة، حيث بينتشر تناول الخضروات والفواكه الطازجة. After me. حياة الريف أكثر صحية. Here the tha, you could pronounce a T if you want to, which in dialect sometimes do, and lots of people don't. حياة الريف أكثر صحية. بتعد حياة الأرياف أكثر صحية من حياة المدينة، حيث بينتشر تناول الخضروات والفواكه الطازجة. Once you're ready, shadow me. حياة الريف أكثر صحية. بتعد حياة الأرياف أكثر صحية من حياة المدينة، حيث بينتشر تناول الخضروات والفواكه الطازجة. Great. Before ending today's tutorial, I would definitely recommend try to replay these lines more than once before shadow me. It's absolutely vital that you give it at least 3 times practice, then go ahead and shadow me. Don't forget to write these new vocabulary in your scrapbook, on your A to Z address book. Over time, you will create a wonderful dictionary. Till next time, stay safe. Ma salamat.